أيها الناس تحبون في ثلاث أيام لو كربلاء صارت دارة. أيها الناس تحبون مات الغريب دمع صفور للحسين بلاده في شابهة أيامه أني لقوم شيعة طم سؤال الآمن نعيب دموع الحزن ينغي أنصاره هذا الجواد على السطح وفي المنايا زاره ميت ثلاث أيام لو كربلاء صارت داره خيمات قلبه تشتهيل يا شيعة من سناره يا شيعة من سناره غريب يا غربته غريب الغربة حضرته ناس ماتوا عيني من دار على حسينه حال الجوادي هدم الحال فوق الاشتاف الغربة ينشال شاوين سادات العرب وين أهل وين عمامه هالليل قوم شيعة ونلطم سوال الهامة نلطم سوال الهامة أيها الناس تحبوا مات الغريب دمع صفور للحسين بلاد فت وشابهة أيامه غيب شباب المعتصم والشمس تسأل عنه ضل يا فضيل بم الفضل وبسمها غمض جفنه ميت وصدره ضليون الحسين ذيك الوانه اتفتحت ابواب السيمه للجنة تدخل جنة للجنة تدخل جنة وداع هاي ساعته وداع ويا شيعته شي يصير لو ياخذنا ويا لو يبقى وياني يا جرح ما يشفى ويا ليام ويزيد كل ما تمضي العوام مجروح قلبه والنزف شيعة علي وبسلامه هالليل قوم شيعة ونلطم سؤال الهام أيها الناس تحبون مات الغريبين دمع صبون للحسين بلاده فت وشابهة أيامه يلقون شيعة وطمسوا على الآمن العرش في حداد والكون في سواد حزنا على شمس الهدى محمد الجواد محمد الجواد العرش في حداد والكون في سواد حزنا على شمس الهدى محمد الجواد لو شفت الحزن على اللوح وذا شفت القلم مهموم معناها العرش مشكول واعلن للحداد اليوم للحداد اليوم اذا شفت النهار اسود تجري من الليالي نجوم قول من الخليقة اليوم معناها انفقد معصوم حزن على الأجواء صمت على الأرجاء والدمع يجري كالندى من سبعة شداد العرش في حداد والكون في سواد
حزنا على شمس الهدى محمد الجواد إمام وهبة الإسلام نور بهيئة الإنسان إذا يمشي سفر تاريخ إذا يحجي يشع قرآن يفيض على الأرض رحمة ترسم جنة الرحمن لكن يا للجهل خنجر يطعن فرقد الإيمان فرقد الإيمان ذا فرقد مطعون يرثيه كل الكون صوت الأسى رد الصدى والحزن في الفؤاد العرش في حداد والكون في سواد حزنا على شمس الهدى محمد الجواد شاب وشيب التاريخ من علم وحجم فنه صغير وذل شيوخ الدين والصاغرة يم سنة لهذا تلاحظ التاريخ. نعم سادة المشاهدين مستمرين في هذه التغطية المباشرة من مدينة الكاظمية المقدسة حيث ننقل لكم وقائع ذكرى استشهاد الإمام محمد الجواد عليه السلام ونحن نتواجد في هذه المدينة المقدسة التي اتشحت بالسواد وأعلن فيها الحداد على الإمام محمد الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام. في هذه الأجواء الروحانية كثير من الرسائل كثير من الجوانب الإيمانية والروحانية المتعلقة بإحياء مراسم هذه الزيارة المباركة وهي تتخللها مشاهد الحزن والتأسي وتقديم العزاء لصاحب العصر والزمان بهذا المصاب الجلل بذكرى استشهاد الإمام التاسع عليه السلام. بطبيعة الحال ترافق هذه الزيارة إجراءات كثيرة ومكثفة سواء على المستوى الأمني وأيضا على مستوى الجوانب الخدمية التي تبادر بها العتبة الكاظمية المقدسة وأيضا ما يتعلق بمسألة خدمة خدام أهل البيت عليهم السلام من أصحاب المواكب والهيئات الحسينية الذين استنفروا كامل الإمكانات لاستيعاب الأعداد الكبيرة للوافدين إلى المدينة المقدسة الذين جاءوا لإحياء هذه الذكرى. كثير من المشاعر كثير من الجوانب الإيمانية اليوم نشاهدها في هذه الزيارة. سنحاول في هذه الجزئية البسيطة من تغطيتنا أن نسلط الضوء على الزائرين الذين توافدوا من مختلف مناطق العاصمة وباقي المحافظات لإحياء هذه الزيارة. معي أحد الزائرين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عظم الله لكم الأجر. وأيضا نتحدث عن إحياء هذه الذكرى ذكرى استشهاد الإمام محمد الجواد عليه السلام. بالمناسبة الصلاة والسلام على محمد أبو القاسم أشرف الخلق الطيبين نعزي صاحب العصر والزمان ومراجعين العظام بذكرى استشهاد الإمام الجواد جواد الأئمة ركن الإيمان ركن الإسلام. الجواد كان بعمر متكامل من الشباب قضى عمره نحو امتدادا للرسول صلوات الله عليه للرسالة. نعزي صاحب العصر والزمان صلوات الله عليه بهذا الفاجعة الأليمة الفاجعة التي مصيبة صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه. لكن عندنا مشاركة للإمام سلام الله عليه. الوقت يفتر عكسك ولا كان يظن ولو أهوان من الضار ضريح بلا دفيل. الوقت يفتر عكسك ولا كان يظن ولا أهوان من الضار ضريح بلا دفيل. انقل السيد انت غسيل وكفيه لكن الحسين بقى ثلاثة ايام لا ناصر الا معين. الامام الصادق يقول على الحسين خلي يبكي الباكون وليعجل عاجون. لكن زينب تقول ان كنت حيا فادركنا وان كنت ميتا فامرنا. هذه الخيول حرقت في آمنا
الإمام سمحها وقام ثلاث مرات. حسين إن كنت حيا فأجرك أنا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. الله يتقبل. وأكيد مصاب الإمام الحسين ومصاب الأئمة الأطهار عليهم السلام حاضر في كل العزوات، في كل يعني المناسبات الدينية التي تحيا في العراق، الذي سواء كانت في كربلاء أو في سامراء أو في بغداد، كل المشاهد، كل المشاعر التي يتحدث بها الإيمانيون يعني المؤمنون يقولون ويتمسكون بمذهب أهل البيت عليهم السلام. وما زلنا في هذه التغطية المباشرة لإحياء هذه الذكرى، ونحاول أيضا تسليط الضوء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله. من وين جيت؟ من العمارة. عظم الله أجركم وأجر جميع محمد آل محمد. هاي المناسبة وهذا الذكر العظيم، الفاجعة العظيمة، ذكرى استشهاد سيدنا مولانا محمد الجواد عليه السلام. هاي تعيد الأذهان إلى صوت زينب الكبرى عليه السلام، التي قالت أمام طغيان يزيد: كد كيدك وسع سعيك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وما مجدك إلا عدد. هاي هي اللي زينب عليه السلام كان يمنعنا من هاي الزيارة. شوفوا الجمع المؤمن، شوفوا شيعة أمير المؤمنين. احنا ما وصيتنا من هاي القنوات العظيمة، قنوات التي تحب محمد وآل محمد، واللي تنقل هاي الشعار الحسينية وشعار محمد وآل محمد، نريدها تتوحد بالكلمة، ونريدها ان شاء الله وحق محمد وآل شيعة بالكلمة واحدة، وان شاء الله يعظم أجركم وأجر جميع أمة محمد. الله يسلمك. الله يسلمك. هذه هي كانت تغطيتنا لهذه اللحظات، وهذه عودة مرة أخرى إلى الزملاء في استوديو البث المباشر. لون خيط الجواب من خباب المراد، لون خيط الجواد الجواب، لون خيط الجواب من خباب المراد، بس تنهل دمعتك ما يرد طلبتك، لون خيط الجواب. من تشكيلة من بعيد يسمع شكوتك كلها، ينطيك التريده بساع لا تصدق أجلها. إذا مريت يم الباب والعتبة تقبلها، الدنيا إش ما تميل وياك بس تميلي عدلها. لون خيط بأمور ما تظل تنتظر، تستلم مرادتك بس تهل دمعتك، لون خيط الجواب، لون خيط الجواب من خباب المراد، بس تهل دمعتك ما يرد طلبتك، لون خيط الجواب. من نور تشعر نور من نور العرش يمك، قلبك ينفتح ويزيل هذا النور كل همك، تشعر حب غريب يدور بالشريان ويدمك، من كثر السعادة بيك كل الكون ما يدمك، من تجي لحضرتك يفرح بشيعتك، يفرح بجيتك بس تهل دمعتك، لون خيط الجواب، لون خيط الجواب من خباب المراد، بس تهل دمعتك ما يرد طلبتك، لون خيط الجواب. تلقب سلام الناس حاضر يكرم ضيوفه، ويشوف اللي يجي خطار بس العين ما تشوفه، ولما تلزم الشباك
عشانك لازم تشوفه لو ما زحمة الزوار لو للموت متعوفة ما كسر خاطرك بالفرج بشرك تستلم بشرتك بس تهل دمعتك لو نخية الجواد الجواد لو نخية الجواد في الخباب المراد بس تهل دمعتك ما يرد طلبتك لو نخية الجواد تشعر بالجواد وياك كل ما تشهق انساسك بإحساسك تشوف يدور ويعرف قيمة إحساسك يمسح راسك من بعيد كل ما دنقت راسك تشعر من تبوس الباب شنب قصتك باسك من إمامك عهد ما يعوفك أبد آخرة ودنيتك بيتهل دمعتك لو نخية الجواد الجواد لو نخية الجواد في الخباب المراد بس تهل دمعتك ما يرد طلبتك لو نخيت الجواد ويشبك يشيل جفوف كل ما بالفرج تدعي بالنية يعرف شتريد خافا تستحيت حاجي ينطي الحاجة للملغوف وما يسهل لمن ينطي من بعد المريض يقوم وبطب النبي شافي يا القصد تبألم بسم أقسم قسم تشفى من علتك بس تهل دمعتك لو نخية الجواد لو نخية الجواد في الخباب المراد بس تهل دمعتك ما يرد طلبتك لو نخية الجواد للشاعر ناظم الحاشي. يا وارث الأمجاد في ريع الصبا لم يبلغ السبع حتى أفحم العادي يا خازن الميراث في لب الحشا لا باكتساب بل بفطرة هادي يا جود جواد وتقوى تقي يا أحمد العز يا حيدر حادي يا نبع زهر وعطر حسن يا حسين الجود مذبوح الوتادي يا أيها السجاد في جوف الدجى يا باقر العلم من الأجداد يا صادق القول نبراس الورى يا كاظم الغيظ على الأحقاد يا ضامن الملهوف يا حامي الحمى أنت الوريث فلذة الأكباد. عظم الله أجورنا وأجوركم أعزائنا المشاهدين بهذه التغطية الخاصة حول شهادة إمامنا محمد الجواد عليه السلام، هذا الإمام الذي استلم زمام الأمور بعد الأئمة عليهم السلام ليواصل هذا الطريق وهذه المبادئ وهذه الرسالة ويصل بطريق أهل البيت، هذا الطريق القويم وهذه الرسالة الخالدة على مر العصور والأزمان. نعم، هذه الرسالة التي كتبها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومشى عليها أمير المؤمنين عليه السلام علي بن أبي طالب ليواصل هذا الطريق إمام بعد إمام حتى وصلت إلى إمامنا الجواد الذي استلم هذه الإمامة وهو في صغر عمره، لكنه كان كبير بالعطاء، كبير بالسخاء، كبير بالجود، حتى سمي إمامنا الجواد عليه السلام بباب المراد لأنه كان
كثير السخي والعطاء والجود والكرم. نعم إمامنا الجواد بقى في شهادته 3 أيام حتى جاء الموالون المؤمنون ليشيعوا هذا الإمام، ولكننا هذا اليوم الموالون المحبون جاءوا من كل المحافظات لكي يعزوا أهل البيت، لكي يعزوا إمامنا المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ويجددوا العهد والولاء والوفاء مع أهل البيت بأننا على دربكم مواصلون ولرسالتكم ومبادئكم مستمرون. نعم أتباع أهل البيت جاءوا من كل حدب وصوب ليجددوا هذه الزيارة وهذه المبادئ وهذه الذكرى بذكرى شهادة إمامنا التاسع محمد بن علي الجواد. وهذه شوارع الكاظمية المقدسة قد امتلأت بالمعزين القاصدين إلى حرم سيدنا ومولانا ليواصلوا هذا الطريق وهذه الرسالة. نعم الصورة أبلغ من أي تعبير بأننا مواصلون لأهل البيت في كل زمان ومكان وفي كل لحظة نحن متواجدون لخدمة أهل البيت. مواكب العزاء نصبت على طول الطرق المؤدية إلى الكاظمية المقدسة لنرسل هذه الصورة الإيمانية، هذه الصورة الكاظمية للعالم أجمع بأننا مستمرون على طريق أهل البيت، طريق ذات الشوكة الذي عبده سيدنا ومولانا الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه بدمائهم الزكية، ليصل هذا الطريق إمام بعد إمام ومرجع بعد مرجع إلى أتباع أهل البيت. ونحن في عام 2024 وهذه جموع المؤمنين الذين جاءوا من كل مكان ليجددوا العهد والحزن والوفاء والولاء مع أهل البيت بهذه الصور الإيمانية، بهذه الصور الكاظمية، ليواصلوا هذا الطريق ويرسموا هذه المبادئ والقيم للعالم أجمع، ويثبتوا بأن بغداد كاظمية الهوى، بأن بغداد مع الإمام الجواد ومع أهل البيت في كل زمان ومكان. أين من أراد أن يطمس هذه الشعار وأن يمحيها من الوجود؟ هيهات هيهات، فأهل البيت وأتباعهم مستمرون على مر العصور والأزمان، وأعداء أهل البيت أين هم؟ لم يذكرهم ذاكر ولم يعرفهم أحد، وأهل البيت هم شامخون ويرفرفون كالرايات في كل زمان ومكان، لأن طريقهم طريق الحق، طريق الله وطريق الله، وما كان لله ينمو وأي نمو. ونحن نحيي هذه الذكرى وهذه الزيارة وهذه الشعار على مر العصور والأزمان، وأتباع أهل البيت متواجدون من كل مناطق العاصمة بغداد، منهم من جاء سيرا على الأقدام ومنهم في المركبات، هم أتباع أهل البيت يواصلون هذا الطريق وهذه الشعار وهذه الزيارة. فهنيئا لهم بهذه المبادئ وهذه الشعار وهم يحيوها، وهنيئا لنا ونحن نتشرف أن نكون بخدمتهم بهذا النقل المباشر عبر قناة الفرات الفضائية. بكل تأكيد نلتقي مع بعض الزائرين الذين جاءوا ليواسوا الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه. عظم الله لكم الأجر، حدثنا عن الزيارة وأجواء الزيارة. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل، نعزي مولانا صاحب العصر والزمان والمراجع العظام على رأسهم السيد السيستاني حفظه الله. والمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الجواد، خدمات متوفرة وخير من الله ونعمة، وما مقصرين أهل المواكب ونعمة وخير من الله، الحمد لله والشكر. بكل مكان وكل عصر وكل زمان لازم نواسي أهل البيت ونستمر على طريقه. طبعا هذا شيء أكيد، احنا جاي نحيي ذكرى أهل البيت، مصاب أهل البيت، أفراحهم أحزانهم، اللهم اجعلنا من شيعتهم وأتباع أهل إن شاء الله. الله يحفظك. عظم الله لكم الأجر، عظم الله لك الأجر، أجر لك ولنا والجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد الجواد سلام الله عليه وإمام الرضا وموسى بن جعفر باب الحواجب وطلب باب الرضا، هو يحل لنا المشاكل
يحل لهم وسيلتنا الى الله. وسيلتنا الى الله والدعاء من باب الحوائج ابو طلبه بالرضا بالجيل يقبل الجميع. نعم هذه الاجواء الحسينيه الكاظميه الايمانيه في باب المراد عند القباب الذهبيه لسيدي ومولاي الامام موسى بن جعفر والامام محمد بن علي جواد، بكل تاكيد سنبقى معكم هذا اليوم ليله الاستشهاد بتغطيه مباشره من الكاظميه المقدسه. الكلمه لكم زملائي في الاستوديو. تودع الجواد ودع الجواد تودع الجواد اليوم فاطمه الماضي فاطمه المظلومه مظلومه مظلومه مجروحه ومهضومه ودع الجواد اليوم فاطمه المظلومه. هاي امي المشت للشام مسبيه يمنع شي الجواد الزهره محنيه اجت للكاظميه بهيبه قدسيه ضلع هيون على الشبان يوميه غربتها غربتها تشرحها دمعتها من هالضليع مهشوم فاطمة المظلومة مظلومة مظلومة مجروحة ومهضومة ودع الجواد اليوم فاطمة المظلومة. كسر ضلعي ينوح ويبجي لهمومك هواي مني الشمس متغير رسومك جرح حسين ذكرني جرح يومك الفرق يا يما ما حد سل بهدومك يا يما يا يما لمصابك ميت ألمة تنحب عليك دموم فاطمة المظلوم مظلومة مظلومة مجروحة ومهضومة ودع الجواد اليوم فاطمة المظلوم وليدي وصل بسمار جرحك ضلع وتكسر شبابك هذا ذكرني عن الأكبر عن المذبوح طاح كربلا مطبر وانت بسم عدوك قلبك توذر صابوني صابوني يا وليدي وهضموني أنا أمك يا مسموم فاطمة المظلومة مظلومة مظلومة مجروحة ومهضومة ودع الجواد اليوم فاطمة المظلومة. بعيد عليك أهلك عاشرت حزنك رحت مني يا ابني وآيست منك وجيت اليوم بشفوفي أسد جفنك وشفنك بالعباية وبيد غسلنك ويدمعي ويدمعي ينحب إليك ضلعي تبكي بقلب مهموم فاطمة المظلومة مظلومة مظلومة مجروحة ومهضومة ودع الجواد اليوم فاطمة المظلومة. أشم من ريحة الغربة من ثيابك خلص عمرك غريب توين على أحبابك دفنوكي وتنوح الدنيا لمصابك حتى عليك يا وليدي بجى ترابك من قبرك من قبرك مهموم أشم عطرك عاشرها همك دوم فاطمة المظلومة مظلومة مظلومة مجروحة ومهضومة
وادع الجواد اليوم فاطمة المظلومة. للشاعر علاء عبد الحسين الكربلائي. يا أيها الناس التحبوني ثلاث أيام لو كربلاء صارت داري. يا أيها الناس التحبوني مات الغريب دمع صفور الحسين بلاده فتح وتشابهة أيامه أني لقوم شيعة وطم سؤال الآمن. نعيب دموع الحزن ينغي أنصاره هذا الجواد على السطح وفي المنايا زاره. ميت ثلاثة أيام لو كربلة صارت داره خيمات قلبه تشتهين يا شيعة من سناره يا شيعة من سناره. غريب يا غربته غريب الغربة حضرته ناس ماتوا عيني من دار على حسينه حال الجوادي هدم الحال فوق الشتات الغربة ينشال شاوين سادات العرب وين أهل وين عمامه هالليل قوم شيعة ونلطم سوال الهامة نلطم سوال الهامة. أيها الناس غيب شباب المعتصم والشمس تسأل عنه ضل يا فضيل بم الفضل وبسمها غمض جفنه. ميت وصدره ضليون الحسين ذيك الوانه اتفتحت ابواب السيمه للجنة تدخل جنة للجنة تدخل جنة. وداع هاي ساعته وداع ويا شيعته شي يصير لو ياخذنا ويا لو يبقى وياني يا جرح ما يشفى ويا ليام ويزيد كل ما تمضي العوام. مجروح قلبه والنزف شيعة علي وبسلامه هالليل قوم شيعة ونلطم سؤال الهام. أيها الناس التحبون مات الغريبين دمع صبون للحسين بلاده فتح وتشابهة أيامه أني لقوم شيعة وطم سؤال الآمن. العرش في حداد والكون في سواد حزنا على شمس الهدى محمد الجواد محمد الجواد. العرش في حداد والكون في سواد حزنا على شمس الهدى محمد الجواد. لو شفت الحزن على اللوح وذا شفت القلم مهموم معناها العرش مشكول واعلن للحداد اليوم للحداد اليوم. اذا شفت النهار اسود تجري من الليالي نجوم قول من الخليقة اليوم معناها انفقد معصوم حزن على الأجواء صمت على الأرجاء
والدمع يجري كالندى من سبعة شداد. العرش في حداد والكون في سواد، حزنا على شمس الهدى محمد الجواد. إمام وهيبة الإسلام، نور بهيئة الإنسان، إذا يمشي سفر تاريخ، إذا يحجي يشع قرآن. نعم سادة المشاهدين، ما زلنا مستمرين في هذه التغطية المباشرة من مدينة الكاظمية المقدسة، وذكرى إحياء ذكرى استشهاد الإمام الجواد عليه السلام، هذه المناسبة الأليمة على العالم الإسلامي. الآن بدأت حشود الوافدين إلى المدينة المقدسة في تزايد كبير، باعتبار أن هذه الزيارة تدخل مرحلة الذروة في هذا المساء. أيضا هناك كثير من الوافدين من مختلف الجنسيات وصلوا إلى مدينة الكاظمية المقدسة لأداء مراسم الزيارة، إضافة إلى حجم الخدمة الواسع والكبير للمشاركة في إحياء هذه الذكرى، هذه الذكرى الأليمة التي يعني دائما ما يحرص المؤمنون من أتباع أهل البيت عليهم السلام إحياءها في كل عام. في هذا الموسم وأيضا في هذه الليلة حشود كبيرة توقفت من الوقود إن شاء الله العودة لجميع الزوار. وهذه اليوم يوم عظيم، يوم أليم على كافة أمة محمد جميعا وإلى شيعة الإمام علي عليه السلام. وهذه الزيارة زيارة جبارة وكبيرة، ملايين وافدين من جميع المحافظات اليوم يزورون سيدي ومولاي محمد جواد عليه السلام باستشهاده بهذا اليوم الأليم. وإن شاء الله الزوار وافدون واقون إلى الصباح إن شاء الله. ونشكر إحنا هذه الإذاعة على ضيافتنا، وإن شاء الله مقبولة زيارة جميع أمة محمد، وإن شاء الله العودة لجميع الزوار، وإن شاء الله الغفران والرحمة لجميع شهدائنا الأبطال. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام أصحاب المواكب، أيضا لهم موقف مشرف أهالي مدينة الكاظمية في كل عام، سواء في ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر أو استشهاد الإمام جواد عليه السلام. أهالي مدينة الكاظمية من أصحاب المواكب والهيئات الحسينية، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. نعز بقية الله وحجة الله على خلقه وعلى عباده المعزة في هذه الليلة في ذكرى استشهاد جدة تاسع الأئمة الأطهار مولانا الحجة بقية الله. جئنا من محافظة ذي قار من قضاء الرفاعي سيرا على الأقدام، نحيي ذكرى استشهاد تاسع الأئمة الأطهار الإمام الجواد باب المراد، وموكبنا جاي نخدم باب المراد. ونشكر أهالي الكاظمية على استقبالهم لنا، وهاي كل سنة وعام يعني تعاون بيناتنا. فإحنا نقدم رسالة شكر القناة الفرات اللي سباقة لإحياء ذكر محمد والي محمد على طول السنة بأيام الجهاد. أنتم أول قناة تصورون الجهاد والانتصارات للتشيع، فنسأل الله يوفقكم إن شاء الله ويحفظ كل مشاهدينكم. والسنة الزيارة يعني ما تتوصف، يعني السنة الزيارة يعني اللهم صل على محمد كالأربعينية. انسيابية الحركة شاهدنا أنه ماكو قطوعات وانسيابية، الحمد لله وشكر ماكو قطوعات، كلها بالسيابية مباركة، والمواكب متوفرة والخدمة متوفرة والأمن تمام وخير وبركة، كلها بفضل الله وبركات محمد والي محمد بالعراق. ونسأل من الله بحق هذه الليلة العظيمة ليلة الجمعة أن الله يحفظ مرجعيته بالنجف الأشرف، لأن العراق الله حامي والمرجعية
العراق ما يصير بشيء لان بالامام الحسين عليه السلام كل هالدول صارت ضده والعراق بقى متوحد، سنه وشيعه واكراد كل احنا واحد بفضل الله والامام الحسين. فشوف هاي الزياره تلقى بها سنه وصبه ويهود، حتى النصارى تلقاهم موجودين. ليش؟ لان خط المرجعيه يجمعنا. الله يحفظ السيد محمد رضا السيستاني ووالده، ونشكر قناه المرجعيه الفرات، هاي القناه السباقه للخير واعمال الخير، نسال الله يوفقكم لان هاي القناه دوم تبث الوحده بالعراق، يعني النصر للعراق، الامان للعراق. وانا وياكم من العلي من ناصيه من قضاء رفاعي، صار ثلاث ايام اخدم باب المراد، وندعي اللهم يوفق كل مشاهدين قناه الفرات. طيب ملا فخورين بهذه الخدمه؟ انت تقول صار لك ثلاث ايام، فخورين اكيد بهذه الخدمه. شلون مو فخورين؟ انا من العالم لحس اعرف قصتي، يعني كنا قلاص ما نمتلك بزمن صدام، من سقط صدام خدمنا الامام الحسين، هسه انا من العالم، يعني انا اللي وياكم من العلي، عندي نعمه كالبحر ما تنحسب. يعني احنا مو جايين نقدم، الله يرزق، يعني مو هذا يرزق، يعني لا ينعد ولا يحسب. يعني شاهد الله نصرف وننطل الفقراء ونخدم والخير عندنا موجودين، كله فضل الله والخدمه، هاي الخدمه تقربنا الى الله، الى الصدق، الى الاخلاص، الى محمد والي محمد، وكل ما نجي نخدم نتقرب الى رب العالمين، نصدق مع الله. يعني نتعلم من هاي الخدمه الاخلاق، الصلاه، الصوم، العباده، والخير والبركه، وكلها بمن؟ محمد والي محمد الطيبين الطاهرين. ونشكر قناه المرجعيه قناه الفرات اللي دوم سباقه للخير والبركه، وياكم من اللي علم الناصيه من قضاء رفاعي بالصلاه على محمد والي محمد الطيبين الطاهرين. فقين ان شاء الله. طبعا اكيد هي هذه دائما احنا نشوف هي هاي الرسائل المهمه اللي يوصلوها الزوار، وتمسكهم بمنهج ومدرسه اهل البيت عليه السلام، السير على خطاهم، التمسك باخلاقهم، نشر الوعي، نشر الدين الصحيح، التمسك بالرساله السماويه، مذهب اهل البيت هذا المذهب الذي فيه الكثير من المدارس، مدارس الأمة الأطهار عليهم السلام، والمؤمنون هنا جاءوا لإحياء هذه الذكرى، وأيضا إعلان العهد وتجديد العهد مع صاحب الذكرى الإمام الجواد عليه السلام، وأيضا تجديد العهد مع الإمام موسى بن جعفر عليه السلام وبقية الأمة الأطهار. كان هذا يعني موجز قصير عن تغطيتنا في هذه اللحظات، وهذه عودة مرة أخرى إلى الزملاء في استوديو البث المباشر. لون خيط الجواب في الخباب المراد، لون خيط الجواد الجواب، لون خيط الجواب في الخباب المراد، بس تهل دمعتك ما يرد طلبتك، لون خيط الجواب من تشكيله من بعيد يسمع شكوتك كلها، ينطيك التريد بساعة لا تصدق يأجلها، إذا مريت يم الباب والعتبة تقبلها، الدنيا إش ما تميل وياك بس تميلي عدلها، لون خيته بأمور ما تظل تنتظر، تستلم مرادتك بس تهل دمعتك، لون خيط الجواب، لون خيط الجواب في الخباب المراد، بس تهل دمعتك ما يرد طلبتك، لون خيط الجواب من الزور تشعر نور من نور العرش يمك، قلبك ينفتح ويزيل هذا النور كل همك، تشعر حب غريب يدور بالشريان ويدمك، من كثر السعادة بيك كل الكون ما يدمك، من تجي لحضرتك يفرح بشيعتك، يفرح بجيتك بس تهل دمعتك، لون خيط الجواب، لون خيط الجواب في الخباب المراد، بس تهل دمعتك ما يرد طلبتك،
يتلقف سلام الناس حاضر يكرم ضيوفه ويشوف اللي يجي خطار بس العين تشوفه ولما تلزم الشباك شنك لازم تشوفه لو ما زحمة الزوار لو للموت متعوفه ما كسر خاطره بالفرج بشره تستلم بشرتك بس تهل دمعتك لون خيط الجواد الجواد لون خيط الجواد في الخباب المراد بس تهل دمعتك ما يرد طلبتك لون خيط الجواد تشعر بالجواد وياك كل ما تشهق انساسك بإحساسك تشوف يدور ويعرف قيمة إحساسك يمسح راسك من بعيد كل ما دنقت راسك تشعر من تبوس الباب شن بقصتك باسك من إمامك عهد ما يعوفك أبد آخرة ودنيتك بيتهل دمعتك لون خيط الجواد الجواد لون خيط الجواد في الخباب المراد بس تهل دمعتك ما يرد طلبتك لون خيط الجواد ويشبك يشيل جفوف كل ما بالفرج تدعي بالنية يعرف شتريد خافا تستحي تحاجي ينطي الحاجة للملغوف وما يسأل لمن ينطي من باب المريض يقوم وبطب النبي شافي يلقي صدت بألم بسم أقسم قسم تشفى من علتك بس تهل دمعتك لون خيط الجواد لون خيط الجواد في الخباب المراد بس تهل دمعتك ما يرد طلبتك مقدسة للشاعر ناظم الحاشي الإمام الجوادي عليه السلام. نعم بكل تأكيد الموالون المواسون يواصلون هذه الزيارة وهذه الشعار في مدينة الكاظمية المقدسة وهم يجوبون هذه الشوارع بمواكب حسينية بمواكب كاظمية بخدمة أهل البيت الذين تواجدوا في هذه الطرقات وهم يقدمون كل ما يحتاجه الزائر الكريم. أيضا معي بعض الزائرين الذين قدموا لزيارة سيدي ومولاي الإمام الجواد عظم الله لكم الأجر. حدثنا عن الزيارة وأجواء الزيارة والمواكب المتواجدة في هذه الطرقات. وشي أشكركم وأشكر كاتب برنامجكم والحمد لله والشكر وعظم الله أجرنا وأجركم إن شاء الله بعد المصاب. اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد. والله العظيم زيارة حلوة وطيبة. إحنا جينا من آخر يعني الدنيا وأنا جيت يعني من ناحية الوحدة اللي فوق بسماية والحمد لله والشكر أمن وأمان والشعار الحلوة والمواكب الحلوة وإن شاء الله يا رب كل سنة وتنعاد هاي اللمة كلها ونحيي يعني الشعائر هاي كلها يا ربي. وأشكركم أني والحمد لله وشكر على كل حال. إن شاء الله. الله والديك بارك الله بي. يعني الأجواء الإيمانية الأجواء الكاظمية وهذه الصور الحسينية الكاظمية هي أبسط دليل على أن أتباع أهل البيت يواصلون هذا الطريق يواصلون هذه المبادئ والرسائل التي ضحى من أجلها أهل البيت هذه المدارس الفكرية والتوعوية التي رسمها لنا أهل البيت ما زال أتباعهم يستمرون على هذا الطريق ليجددوا العهد والولاء والوفاء مع أهل البيت مع الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. نعم أتباع أهل البيت استلموا زمام الأمور من مراجعهم مرجع بعد مرجع
ومن أئمتهم حتى يصلوا بهذه الراية إلى سيدنا ومولانا الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا بعد ما مليت ظلما وجورا. نعم أتبعه البيت متواجدون في هذه الساعات لزيارة الإمام الجواد عليه السلام. بكل تأكيد الزائرين متواجدين، عظم الله لكم الأجر. حدثنا عن الزيارة وشون شاهدت الأجواء. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، اللعنة الدامة على أدائهم أجمعين إلى يوم قيام الدين، آمين يا رب العالمين. نعزي اليوم صاحب العصر والزمان، ونعزي اليوم الأمة الإسلامية وصاحب العصر والزمان الإمام القائم المهدي المنتظر عجل الله فرجه ومراجعنا العظام. الآن في زيارتنا هذه زيارة الإمام جواد روح له الفداء، شاهدنا المواكب والقوات الأمنية بحرصهم وبصونهم على الزوار وشدة الزيارة، فإن هذه الزيارة ما شاء الله تبارك وتعالى ستكون امتدادا إلى مسيرة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. فتكون هذه الزيارة استنادا على قول الإمام الرضا عليه السلام، فأحيوا أمرنا، عندما قال الإمام الرضا قال يا شيعتنا أحيوا أمرنا. ما هذا يعني؟ ماذا يعني أحيوا أمرنا؟ من الواجب علينا كشيعة اتباع مراجعنا العظام واتباع أئمتنا الكرام عليهم وآلهم الصلاة والسلام، وبالذات نشكر مراجعنا وعلمائنا مثل السيد الصدر وشهيدين الصدرين وبنت الهدى والنجدين، وأيضا أصحاب الحسين عليهم الصلاة والسلام الذين وضعوا خطة مبرهنة على هذه. وأيضا لا ننسى وذكر الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام الذي كان مثابا لشيعته والذي كان ثورة خالدة عليه الصلاة والسلام. بالتأكيد أنه اليوم الإمام الجواد سلام الله عليه استلم زمام الإمامة والمشروع بعمر 9 سنوات وواصل هذا الطريق، وهي أيضا بنفس الوقت رسالة إلى شبابنا. نعم الإمام هذه ثورة الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام لن تكون بثورة عادية، أو لن تكون أن رجلا قد أعطى خلافة بسن صغير، إنما كان ليضع برهانا ودستورا للدستور العالمي، أي أن الإمام المهدي عجل الله فرجه عندما يكون إماما كان بعمر 5 سنوات، وهذا ليضع دليل وحجر إلى تمهيد الإمام المهدي عجل الله فرجه. أحسنت، موفق إن شاء الله. بكل تأكيد أنه شبابنا اليوم صغار كبار الكل متواجد في هذا الطريق وفي هذا المكان، وما هو إلا تجديد عهد وولاء لمشروع إلهي كتبه أهل البيت وساروا به من إمام إلى إمام حتى يومنا هذا. هو طريق الحق، هو انتصار المظلوم على الظالم، طريق الهداية، هذا هو طريق أهل البيت، وهذه هي رسائل أهل البيت التي قدمها للعالم أجمع ولجميع الأحرار في العالم، بأننا ومدارسنا ومبادئنا هي مبادئ الحق والمبادئ التي كتبها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وسار بعده أئمتنا إمام بعد إمام حتى صاحب العصر والزمان. نعم هذه المبادئ وهذه الرسائل وهذه القيم هي رسائل ودروس وعبر لنا جميعا وللعالم أجمع ولجميع الأحرار، بأن طريق أهل البيت هو طريق ذات الشوكة، هو طريق الله، وها هم أتباع أهل البيت يواصلون هذا الطريق. فهنيئا لهم بهذه الشعار، وهنيئا لهم بهذه التضحيات وهذا الذكر الذي جاءوا ليجددوا للعالم وليجددوا لصاحب العصر والزمان بأننا معكم يا أهل البيت ومع طريقكم الذي ضحيتم من أجله، وأننا بكل تأكيد سنضحي من أجل هذا الطريق، ولا ننسى دماء شهداءنا الأبرار الذين رووا هذه الأرض وهذه الشوارع وهذه المناطق بدمائهم الزكية من أجل أن تبقى شعائر أهل البيت على مر العصور والأزمان. رحم الله شهداءنا الأبرار الذين لبوا نداء المرجعية وهبوا لنصرة المذهب من أجل أن تبقى هذه الشعار، وشاف الله جرحانا، وهنيئا لهم بأنهم ضحوا من أجل طريق أهل البيت، هذا الطريق القويم، وهذه الرسائل وهذه المبادئ وهذه القيم الأصيلة. وبكل تأكيد أئمة أهل البيت هم دروس، وكل إمام سار بنهجه وعهده ليواصل هذا الطريق، ونحن بإذن الله سنواصل معكم هذا الطريق وهذه الشعار وهذه الزيارة
عبر قناة الفرات الفضائية بهذه التغطية المباشرة. لكم الكلمة زملائي في الاستوديو. تودع الجواد ودع الجواد تودع الجواد اليوم فاطمة الماضي فاطمة المظلومة مظلومة مظلومة مجروحة ومهضومة ودع الجواد اليوم فاطمة المظلومة هاي امي المشت للشام مسبيه يمنع شي الجواد الزهره محنيه اجت للكاظميه بهيبه قدسيه ضلع هيون على الشبان يوميه غربتها غربتها تشرحها دمعتها من هالضليع مهشوم فاطمة المظلومة مظلومة مظلومة مجروحة ومهضومة ودع الجواد اليوم فاطمة المظلومة كسر ضلعي ينوح ويبجي لهمومك هواي مني الشمس متغير رسومك جرح حسين ذكرني جرح يومك الفرق يا يوم ما حد سل بهدومك يا يوم يا يوم لمصابك ميت ألمة تنحب عليك دموم فاطمة المظلومة مظلومة مظلومة مجروحة ومهضومة ودع الجواد اليوم فاطمة المظلومة وليدي وصل بسمار جرحك ضلع وتكسر شبابك هذا ذكرني أجيب عن الأكبر عن المذبوح طاح كربلا مطبر وانت بسم عدوك قلبك توذر صابوني صابوني يا وليدي وهضموني أنا أمك يا مسموم فاطمة المظلومة مظلومة مظلومة مجروحة ومهضومة ودع الجواد اليوم فاطمة المظلومة بعيد عليك أهلك عاشرت حزنك رحت مني يا ابني وآيست منك وجيت اليوم بشفوفي أسد جفنك وشفنك بالعباية وبيد غسلنك وي دمعي ينحب إليك ضلعي تبجي بقلب مهموم فاطمة المظلومة مظلومة مظلومة مجروحة ومهضومة ودع الجواد اليوم فاطمة المظلومة أشم من ريحة الغربة من ثيابك خلص عمرك غريب توين على أحبابك دفنوكي وتنوح الدنيا لمصابك حتى عليك يا وليدي بجى ترابك من قبرك من قبرك مهموم أشم عطرك عاشرها همك دوم فاطمة المظلومة مظلومة مظلومة مجروحة ومهضومة ودع الجواد اليوم فاطمة المظلومة للشاعر علاء عبد الحسين الكربلائي يا ايها الناس التحبوا
الغريب دمع صفور للحسين بلا دافع وتشابهة أيامه يلقى من شيعة طمس على الآمن نعيب دموع الحزن ينغي أنصاره هذا الجواد على السطح وفي المنايا زاره ميت ثلاثة أيام لو كربلة صارت داره خيمات قلبه تشتهين يا شيعة من سناره يا شيعة من سناره غريب يا غربته غريب الغربة حضرته ناس ماتوا عيني من دار على حسينه حال الجوادي هدم الحال فوق الاشتاف الغربة ينشال شاوين سادات العرب وين اهله وين عمامه هالليل اقوم شيعة ونلطم سوال الهامة نلطم سوال الهامة ايها الناس التحقوا مات الغريب غيب شباب المعتصم والشمس تسال عنه ضل يا فضيل بم الفضل وبسمها غمض جفنه ميت وصدره ضليو الحسين ذيك الوانه اتفتحت ابواب السيمه للجنه تدخل جنه للجنة تدخل جنة وداع هاي ساعته وداع ويا شيعته شي يصير لو ياخذنا ويا لو يبقى ويانا يا جرح ما يشفى ويا ليام ويزيد كل ما تمضي العوام مجروح قلبه والنزف شيعة علي وبسلامه الليل اقوم شيعه نلطم سؤال الهامه يا ايها الناس التحبوا مات الغريبين دمع صبوا للحسين بلا دافع وتشابهة ايامه الليل اقوم شيعه العرش في حداد والكون في سواد حزنا على شمس الهدى محمد الجواد محمد الجواد العرش في حداد والكون في سواد حزنا على شمس الهدى محمد الجواد لو شفت الحزن على اللوح وذا شفت القلم مهموم معناها العرش مشكول واعلن للحداد اليوم للحداد اليوم اذا شفت النهار اسود تجري من الليالي نجوم قول من الخليقة اليوم معناها انفقد معصوم حزن على الأجواء صمت على الأرجاء والدمع يجري كالندى من سبعة شداد العرش في حداد والكون في سواد حزنا على شمس الهدى محمد الجواد إمام وهيبة الإسلام نور بهيئة الإنسان إذا يمشي سفر تاريخ إذا يحكي يشع قرآن إذا يحكي
يفيض على الأرض رحمة ترسم جنة الرحمن لجن يا للجهل خنجر يطعن فرقد الإيمان فرقد الإيمان ذا فرقد مطعون يرثيه كل الكون صوت الأسى رد الصدى والحزن في الفؤاد العرش في حيدان والكون في سواد حزنا على شمس الهدى محمد الجواد شاب شيب التاريخ من علم وحجم فنه صغير ذل شيوخ الدين والصاغرة يم سنة لهذا تلاحظ التاريخ وتحول جزء منه وانشد يحيى بن أكثم إذا رايد بعد عنا حيث الغوى قد ضاق عند فتى عملاق ليس فتى لا بل بدا فودا على الأطوار العرش في حيدان والكون اللهم الغدر يا حيدر قرآن ذبحة عمر يا ويا الجواد اش صار من عافيته بالدار يا حي والله ام الغدره وال قرآن ذبحة عمره ويا الجواد اش صار ويا من عافته بالدار يا بالحسن صار المصاب الأعظم الله يبارك بكم الله يحفظكم خدام الحسين يا بالحسن صار المصاب الأعظم مني لفاعل نابه يقطر سم بالرحم كفره ذول أولادي العم طف كربل طف كربل البغداد أصبح تاوية الله يحفظكم الله يبارك بكم والنعم منكم يا بالحسن صار المصاب الأعظم مني الأفاعل نابي يقطر السم بالرحم كفرة ذال أولادي العم طف كربلة البغداد أصبح جوام بغداد مر عليها يوم أحمر آهات ما يخفيها يوم أحمر
بغداد مر عليها يوم احمر. نعم سادة المشاهدين، ما زلنا مستمرين في هذه التغطية الحية والمباشرة من شاشة قناة الفرات الفضائية لنقل وقائع هذه الزيارة الحاشدة بذكرى استشهاد تاسع الأمة الأطهار الإمام محمد الجواد عليه السلام. ما زال تدفق المؤمنين مستمر من مختلف بقاع العراق ومن مختلف المناطق، جاءوا هنا إلى هذه المدينة المقدسة لأداء مراسم الزيارة وإحياء هذه الذكرى الأليمة على قلوب العالم الإسلامي. ما زلنا ننقل أيضا لكم مشاعر وأصداء الوافدين أو الوافدون إلى هذه المدينة المقدسة بمشاعر وانتماء وتمسك بمنهج أهل البيت عليهم السلام. السلام عليكم زائرنا. السلام عليكم. من حرف نيسان جينا صار يوم تاسع، لأن الإمام الجواد استاهل مشي يوم تاسع، لأن هو تاسع لي أمه، أنا مقاسين بحقه. يعني كل سنة قاعد يزيد زوار، يعني نشوف الناس معازيب تخدمنا وترحب بينا الناس، والأمان الحمد لله الله يديم الأمان على شيعة محمد والمحمد وحد السنة وكل الشيعة وطوائف. مسير مو بعيد مو متعب لا نعمة، هاي قليل حق أهل البيت. اي والله اكيد انتو هذه مو أول مرة أو مو أول عام، هذا منهج ثابت عند محبي أهل البيت، انتو في كل عام. كل عام أبو عين ثمام الكاظم لا فوق طبعا الإمام الحسين رجبية شعبان نجمي الحمد لله نجمي إن شاء الله. سائرنا متفضل معك، عظم الله لكم الأجر والثواب بذكرى استشهاد المؤمنين. نتحدث عن هذه الزيارة، بها الكثير من المعاني، بها الكثير من الرسائل، بها الكثير من المفاهيم من القيم اليوم أتباع أهل البيت عليهم السلام وحتى من بقية الطوائف والقوميات نشاهدهم موجودين في مدينة الكاظمية المقدسة لإحياء هذه الذكرى الأليمة. أكيد هذا دلالة على عمق التمسك بمنهج أهل البيت بالعترة الطاهرة، نتحدث عن هذه بالبداية عظم الله لكم الأجر باستشهاد شباب الأمة الإمام التاسع الإمام محمد الجواد عليه السلام. يعني أول حديث عن أهل البيت، لأن أهل البيت أصحاب رسالة، جدهم الرسول صلى الله عليه وسلم جاء رحمة للبشرية، وقصة الإمام الجواد عليه السلام يعني أنا دخلت أكثر من مبحث عليها، أنه يعتبر الإمام أكثر بركة بمواليد الإسلام في زمن الإمام الرضا عليه السلام، لأن حصلت اضطرابات هنا وقلق من قبل الشيعة، لأن تعرفك فرق منحرفة، والعباسيين كانوا يتصيدون بالماء العكر، يعتبرون الإمام الرضا هو نهاية أئمة أهل البيت الاثنى عشرية. وعندما ولد الإمام الجواد عليه السلام أسكتت كل الألسن، وكان النصر للمذهب أهل البيت عليهم السلام. الإمام الجواد يعني بعمر يعني القليل، وكان لديه الكثير من القيم، الكثير من التأثير على في نقل الرسالة المحمدية رغم صغر عمره 25 عام إذا ما تحدث التاريخ، وأيضا نلاحظ رسالة كبيرة حملها وثقل كبير حملها حتى أوصله إلى ابنه عليه السلام. نعم، هو كان قائد الأمة وعمره تقريبا 5 سنوات أو 6 سنوات، وهذا ممهد للإمام الحجة عجل الله فرجه، كان تمهيد للإمام الحجة بأن شون يقود الأمة وعمره 5 سنوات الحجة. فالإمام الجواد قائد الأمة وعمره 7 سنوات وتصدى لكثير من المسائل، ورادوا يحرجوا البلاط العباسي في كثير من الأمور، لكنه بفعل علميته وثقافته اللي هي ثقافة أهل البيت على السلام أسكت كل الألسن. أتمنى لك زيارة مقبولة حاج. أكيد منهج أهل البيت عليهم السلام، الرسائل، القيم، المآثر، الدروس، العبر، كلها تجسد وتستذكر في مثل هذه العزوات، في هذه المناسبات، في ذكرى استشهاد الأمة الأطهار. أيضا شبابنا اليوم نشاهدهم متمسكين بمآثر أهل البيت، وأيضا تستنبطون. أكيد السلام عليكم زائرنا. السلام. حياك الله. أكيد إحنا جيل الشباب وجيل واعي ومثقف وملتزم بمنهج ومآثر ومدرسة أهل البيت عليه السلام. اليوم نشوف غالبية الأعم من الوافدين إلى هذه المدينة المقدسة هم من شريحة الشباب، هذا أكيد دليل على وعيكم، دليل على تمسك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى استشهاد الإمام محمد الجواد عليه السلام. طبعا مثل ما تفضلت اليوم جاي يصير وعي شبابي ومعرفة أهل البيت عليهم السلام أكثر. قبل إذا تتذكر يعني نعرف بس زيارة الأربعينية وزيارة الإمام الكاظم عليه السلام، الآن لا بكل مناسبة لأهل البيت عليه السلام تلقى الشباب
يعني هسه مع احترام بقيه الشباب، بس تلقى الشباب هم بالمقدمه وهم الاغلبيه. اكيد شبابنا ايضا شباب واعي. نبعث رساله من خلال قناه الفرات الفضائيه السباقه دائما بنقل الاحداث وخصوصا مناسبات اهل البيت عليهم السلام. نشكر جميع المواكب الخدميه والحسينيه وجميع العتبات المقدسه في عموم العراق لخدمه الزوار، شكرا جزيلا. السلام عليكم. عظم الله اجرك، الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. حياكم الله وزياره مقبوله. رب العالمين. نتحدث عن هذه الزياره، كثير بها من المآثر، من العبر، من تمسككم انتم اتباع اهل البيت عليه السلام بمنهج وهذه العتره الطاهره. والله يا هاي الزياره اشوف زياره والخدام واهل البيت، ترى كل انسان تعلق باهل البيت يجي. والله انا لا هذا شيء خادمهم. الله شاهد الطالب بركاته واي. حياك الله زاير. اكيد احنا هم شفاعتنا، هم اكيد هم بس شفاعتنا هم. مش إذن والله العظيم ولو سولف لك معجزاته اطلع لك تليفوني. مره 16 سنه مع تبزريه وطيتها تراب من التربه وعلق وبخور وخايبته، هاي المعجزه مالتها. ويا معجزاتهم، ويا معجزاتهم. اكيد حجي انت صادق، احنا على نيتك، احنا دائما ما نعم. والله وبالله 14 سنه ما عاد بزري وطيتم عليك وسرعك بالذريه ان شاء الله ما يقطع. الحمد لله والشكر، الله يتقبل شبابنا احبانا، الله يحفظك. حاج نتحدث عن هاي الزياره وعن مآثرها. اكيد احنا نتحدث زائرنا عن كرامات ومعجزات اهل البيت عليهم السلام، وايضا نتحدث عن تمسككم انتم كشريحه الشباب بهذه المدرسه. مدرسه اهل البيت هي اعظم المدارس، فيها الكثير من الدروس، من العبر، من كثير من الاضاءات. ممكن انتم شبابنا اليوم الواعي المثقف التمسككم بهذه المدرسه راح تستنيرون في دربكم وايضا راح تنجحون في حياتكم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله لكم الاجر ولنا والى صاحب العصر والزمان الامام المهدي عجل الله فرجه. احنا كشباب مساء الحج يتحدث عن المعجزات. كل ما يكون الانسان على فطرته ويكون الانسان يعني بوعيه وصادق في نواياه، اهل البيت ما يقصرون وياه. لا يجي هسه الانسان يطلب من الامام موسى بن جعفر، انا عن تجربه والله العظيم من اجي من بيتنا اطلب يعني حاجه وحده جاي عليها متمسك بهاي الحاجه، والله العظيم ما يرجعني فارغ. يعني موسى بن جعفر ولا الائمه المعصومين والله ما يقصرون، يعني خاصه ويعني جميع العالم مو اختصار يعني شيعه او سنه او مسيح او جميع الطوائف دائما يعني على نيتك الله يرزقك، هو من فوق الله يرزقك، احنا وسيله متمسكين بها عند الله. احنا نسال من الامام موسى بن جعفر ومحمد الجواد ان يشفعون لنا عند الله وان يغفرون لنا، وان شاء الله زياره مقبوله ومشكورين قناه الفرات على هاي التغطيه الاعلاميه الجميله. الله يسلمك. عظم الله لكم الاجر. نتحدث ايضا شبابنا اليوم هذه الزياره شلون شاهدتوها؟ شلون شفتوا الاعداد اليوم الكبيره واستيعابها المدينه الصغيره مدينه الكاظميه، لكن ببركه اهل البيت على السلام الله عليهم الجموع انسيابيه بالحركه خدمه كبيره. شلون نتحدث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعزي صاحب العصر والزمان بذكر استشهاد مولانا الامام الجواد عليه السلام. الحمد لله احنا جاي نشوف كل سنه جاي يزيد الزوار بذكر استشهاد مولانا محمد الجواد، كل سنه جاي يزيد المواكب الخدمه، واحنا ننبه على قول زائده اهل البيت. احنا ما نريد شيء من اهل البيت، اما الامام الحسين واهل بيته يعني ضحوا بعياله، ضحوا بكل جهده بكل عشيرته، فاما احنا من الصعبات نقول نروح للامام الحسين او لاهل البيت نطلب منهم امراض او دعاء. لا، اللي ضحوا به لنا كل شيء كافي. هذا اللي ثبت ركائز الدين، واكيد احنا كل الجموع المؤمنه اليوم هي دائما ما تجدد بيعتها عند حضورها الى هذه احياء هذه المراسم وهذه
المناسبات سواء كانت في مواسم الأفراح أو حتى مواسم الأحزان، هم دائما يجددون العهد والبلاء عفوا الولاء والبيعة لأهل البيت عليهم السلام، وبالتأكيد هم مستمرون ومستمرين أو مستمرين بهذا التمسك، ونحن أيضا مستمرين بتغطيتنا وحضورنا في كل التغطيات من على شاشة قناة الفرات الفضائي. وهذه عودة مرة أخرى إلى الزملاء في استوديو البث المباشر. لا ابنه بالخدمة بالخدمة غاتي الشاعر المخلص سيد هاشم العوادي يا غاتي. ما حد يلدق بابي ولا ضيف الجوا ظلمة كأن البيت ما بي أحيا ترتجف شفتي أنا وقارع عاشورا وش قدني خبيك كل ساعة من الباب يتفكر خلى هذا صواب يتفكر من جني عليه اللي ما ظلت وشلت حيل يا حيدر. لا ابني يما اللي يغمض عيني، لا ابني يما اللي يغمض عيني ولا اخويت القامت قبل جبينه ينازعي ومستاني ستار بونين للقبلة ياهو يوجه ويعين لو دع رايد ابنه لو يحضر وبعيد وبعيد بس يتمنى لو يحضر تالي ختمة باي ما حد نقاط الماي فاق السطح ميتي ومن يعرف بي فاق السطح ميتي ومن يعرف بي غيرت لون الشمس كل ساعة تشوي لا فيعك ولا حنت الغيمة علي فاتح عيونه وبعد فاتح ايدي يا حال غيرت لونه شمس وحر كل يوم ويزورونه شمس وحار بلا دفن ثالث يوم مثل الأكبر مظلوم
بلاده فين ثالث يوم مثل الأكبر يا حيدر فوق السطح ميت ومن يعرف بي غيرت لون الشمس كل ساعة تجوي لا فيعاكو لا حنت الغيمة عليه فاتح عيونه وبعد فاتح ايديه يا حال غيرت لونه شمس وحر كل يوم ويزورونه شمس وحر بلاده فين ثالث يوم مثل الأكبر مظلوم يا اليوم برضى الله مذبوح الدعاء اليوم برضى الله مذبوح الدعاء والحزن دار على أركان أربعة نسمة طاحت النجمة التاسعة نسمة طاحت النجمة التاسعة دين الإسلام النعى إسلام دين الإسلام هاليوم برضى الله مذبوح الدعاء والحزن دار على أركان أربعة نسمة طاحت النجمة التاسعة دين الإسلام النعى إسلام دين الإسلام ها عمره بالعشرين في عز الشباب سيد هاشم العوادي عمره بالعشرين في عز الشباب للمنية سفره وابن الكتاب من بني العباس كل هذا المصاب سمت التملك نفس لوامة سمت التملك نفس ماكو عصمة من هذاك المعتصم بالقتل والغدر خلى لإسم قدر من ثالث محمد ينتقم وعلى الغدر بصمة من نبهامة على الغدر ماكو عصمة من هذاك المعتصم بالقتل والغدر خلى لإسم قدر من ثالث محمد ينتقم وعلى الغدر بصمة من نبهامة على الغدر المن اليوم الربح عن اعتقاد للذي عظم الله أجورنا وأجوركم أعزائنا المشاهدين بذكرى شهادة سيدي ومولاي الإمام الجواد عليه السلام تاسع الأئمة المعصومين والذي حمل زمام الأمور وزمام الإمامة ليواصله طريق أهل البيت طريق ذات الشوكة اليوم نتواجد معكم بهذه التغطية المباشرة من الكاظمية المقدسة وهذه الجموع المؤمنة التي جاءت لإحياء هذه الشعيرة الخالدة وهذه الزيارة الخالدة إن شاء الله على مر العصور والأزمان والموالون المحبون يواصلون هذه الزيارة وهم يجوبون شوارع العاصمة بغداد سيرا على الأقدام إلى الكاظمية المقدسة لتعزية أئمة أهل البيت بذكرى شهادة الإمام الجواد عليه السلام عظم الله لكم الأجر بذكرى شهادة الإمام الجواد عليه السلام الله أجرنا وأجركم بالسار محمد الجواد عليه السلام وأسأل الله التوفيق لجميع الهيئات والخدمات الأجواء المواكب على طول الطرق أجواء كل الجميلة بهذا الشيء حلو إن شاء الله ما أنساكم بالدعاء وتوفيق الجميع إن شاء الله عظم الله لكم الأجر
نعم الأجواء إيمانية، الأجواء كاظمية كما تشاهدون الآن، شوارع الكاظمية المقدسة مكتظة بالجموع المؤمنة لتعزية سيد مولاي الإمام محمد الجواد عليه السلام، هذا الإمام الذي يعتبر مشرف بغداد الثاني بعد جده موسى بن جعفر عليه السلام. ها هم أئمة أهل الهدى موسى بن جعفر ومحمد الجواد الذين غيروا ملامح بغداد من مدينة ملاهي ورقص لمتطلبات الطغاة إلى مدينة علم ومعرفة، مدينة فقه، مدينة علوم وعلماء، ليملأوا سماء العاصمة بغداد بالعلماء والعلم. نعم أتباع أهل البيت الذين واصلوا هذا الطريق رغم ضيق الإمامة وضيق تواجدهم في بغداد بسبب الطغاة الذين كانوا يحاصرون الأئمة عليهم السلام، إلا أنهم واصلوا هذا الطريق عن طريق أهل بيتهم، عن طريق أتباعهم، وهم يواصلون علوم أهل البيت إلى جميع أئمة أهل البيت، إلى جميع المؤمنين والموالين في بغداد آنذاك لتصل هذه الرسالة. وهم أتباع أهل البيت يرسلوا هذه الصور الإيمانية ويرسلوها للعالم أجمع بأن بغداد كاظمية الهوى، وبغداد تحيي ذكرى شهادة الإمام الجواد عليه السلام، وهم يقدمون الدروس والعبر والمبادئ. فهم أتباع أهل البيت ما هم إلا دروس للعالم أجمع وللأحرار في جميع أنحاء العالم. نعم أئمة أهل البيت قدموا التضحيات من أجل أن يستمر طريق الحق، طريق أهل البيت عليه السلام. إمام بعد إمام ضحى بنفسه وجاده بكل ما يملك، وقدموا التضحيات حتى عبدوا بدمائهم الزكية هذا المشروع الإلهي الذي كتبه النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وسار بعده أمير المؤمنين علي عليه السلام، ومن بعدهم الإمام الحسن الزكي الذي واصل هذا الطريق رغم التفاف العدوان عليه، إلا أنه كان مصرا على مواصلة هذا الطريق ليسلم الراية إلى سيدنا ومولانا الإمام الحسين عليه السلام الذي رسم أعظم ثورة في التاريخ، وهو يجسد هذه الثورة من خلال التضحيات التي قدمها مع أهل بيته وأصحابه، وعبدوا هذا الطريق طريق ذات الشوكة لتحمل الراية. إمام بعد إمام حمل الراية حتى يصلوها إلى إمامنا المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. واليوم أتباع أهل البيت يواصلون هذا الطريق على مر العصور والأزمان، فهم يجوبون هذه الشوارع سيرا على الأقدام. تحية إجلال وإكبار للقوات الأمنية الذين تواجدوا على طول هذه الطرق وهم يؤيدون ويمشون بهذه الزيارة. تحية إجلال وإكبار لأصحاب المواكب التي نصبت سرادقها على طول هذه الطرق وهم يقدمون كل ما يحتاجه الزائر الكريم. تحية إجلال وإكبار للفرق الطوعية، للفرق الصحية، للفرق الأمنية والبلدية الذين يتواجدون على هذه الطرق، وهمهم الوحيد إنجاح هذه الزيارة، زيارة سيدي ومولاي الإمام الجواد عليه السلام. بكل تأكيد معنا بعض الزائرين الذين جاءوا من كل المناطق لإحياء هذه الذكرى الخالدة، ذكرى شهادة الإمام الجواد عليه السلام، ذكرى استشهاد تاسع الأئمة الذي بقي 3 أيام حتى جاء الموالون لتشييع إمامنا الجواد عليه السلام. ولكن اليوم في ذكرى شهادته فالموالون يتواجدون في ليلة استشهاده ليحيون هذه الذكرى حتى يوم غد يوم الزيارة. فهنيئا لهم بهذه الجموع المؤمنة التي جاءت لتجدد العهد والولاء مع إمامنا الجواد، ليكونوا أهل البيت سلام الله عليهم شفعاءنا عند الله يوم القيامة إن شاء الله. ونحن نتشرف أن نكون بخدمة أتباع أهل البيت الذين جاءوا لإحياء هذه الذكرى الخالدة. بكل تأكيد سنتواصل معكم بالصوت والصورة بهذه التغطية المباشرة لإحياء ذكرى شهادة الإمام الجواد عليه السلام. الكلمة لكم في الاستوديو. لون
لون خيات الجواب في الخباب المراد لون خيات الجواد الجواب لون خيات الجواب في الخباب المراد بس تهل دمعتك ما يرد طلبتك لون خيات الجواب من تشكيلة من بعيد يسمع شكوتك كلها ينطيك التريد بسع لا تصدق أجلها إذا مريت يم الباب والعتبة تقبلها الدنيا إش ما تميل وياك بس تميلي عدلها لون خيته بأمور ما تظل تنتظر تستلم مرادتك بس تهل دمعتك لون خيط الجواب لون خيط الجواب في الخباب المراد بس تهل دمعتك ما يرد طلبتك لون خيط الجواب من تزور تشعر نور من نور العرش يمك قلبك ينفتح ويزيل هذا النور كل همك تشعر حب غريب يدور بالشريان ويدمك من كثر السعادة بيك كل الكون ما يدمك من تجي لحضرتك يفرح بشيعتك يفرح بجيتك بس تهل دمعتك لون خيط الجواب لون خيط الجواب في الخباب المراد بس تهل دمعتك ما يرد طلبتك لون خيط الجواب تلقب سلام الناس حاضر يكرم ضيوفه ويشوف اللي يجي خطار بس العين ما تشوفه ولما تلزم الشباك شنك لازم تشوفه لو ما زحمة الزوار لون الموت متعوفه ما كسر خاطرك بالفرج بشرك تستلم بشرتك بس تهل دمعتك لون خيط الجواد الجواد لون خيط الجواد في الخباب المراد بس تهل دمعتك ما يرد طلبتك لون خيط الجواد تشعر بالجواد وياك كل ما تشهق انفاسك بإحساسك تشوف يدور ويعرف قيمة إحساسك يمسح راسك من بعيد كل ما دنقت راسك تشعر من تبوس الباب شنب قصتك باسك من إمامك عهد ما يعوفك أبد آخرة ودنيتك بتهل دمعتك لون خيط الجواد الجواد في الخباب المراد بس تهل دمعتك ما يرد طلبتك لون خيط الجواد ويجفف
قلبك يشيل جفوف كل ما بالفرج تدعي بالنية يعرف شتريد خافاً تستحي تحاجي ينطي الحاجة للملغوف وما يسأل لمن ينطي من بعد المريض يقوم وبطب النبي شافي يا القصدت بألم باسم أقسم قسم تشفى من علتك بس تهل دمعتك لون خيات الجواد لون خيات الجواد تنخبى بالمراد بس تهل دمعتك ما يرد طلبتك لون خيات الجواد. للشاعر ناظم الحاشي. تودع الجواد ودع الجواد تودع الجواد اليوم فاطمة الماضي فاطمة المظلومة مظلومة مظلومة مجروحة ومهضومة ودع الجواد اليوم فاطمة المظلومة هاي امي المشت للشام مسبيه يمنع شي الجواد الزهره محميه اجت للكاظميه بهبه قدسيه ضلعها هيون على الشبان يوميه غربتها غربتها تشرحها دمعتها ومن هالضليع مهشوم فاطمة المظلومة مظلومة مظلومة مجروحة ومهضومة ودع الجواد اليوم فاطمة المظلومة كسر ضلعي ينوح ويبجي لهمومك هواي مني الشمس متغير رسومك جرح حسين ذكرني جرح يومك الفرق يا يوم ما حد سل بهدومك يا يوم يا يوم لمصابك ميت ألمة تنحب عليك دموم فاطمة المظلوم مظلومة مظلومة مجروحة ومهضومة ودع الجواد اليوم فاطمة المظلومة وليدي وصل بسمار جرحك ضلعي وتكسر شبابك هذا ذكرني أيب عن الأكبر عن المذبوح طاحب نعم سادة المشاهدين مستمرين في هذه التغطية المباشرة من على شاشة الفرات الفضائية في مدينة الكاظمية المقدسة ما زلنا مستمرين باستمرار مراسم الزيارة زيارة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام والإمام محمد الجواد عليه السلام في ذكرى استشهاده يعني في هذه اللحظات بدأت الزيارة تدخل مرحلة الذروة أعداد كبيرة وهائلة دخلت إلى المدينة المقدسة من جميع مناطقها ومن جميع أجزائها في كل مخترباتها نشاهد هناك كم كبير من الزائرين والوافدين وارتفعت معها وتيرة الخدمات سواء على صعيد المؤسسات الحكومية وحتى على صعيد الهيئات والمواكب الحسينية والعتبة الكاظمية المقدسة على مدار 3 أيام شهدت مدينة الكاظمية المقدسة استنفار كبير واستقبال واسع من أهالي هذه المدينة المقدسة لاستقبال الوافدين سواء من داخل العراق أو خارج العراق كل الإمكانات سخرت كل التفاصيل سهلت للزائرين الذين يستمروا تدفقهم نحو قبلتهم الإمام موسى بن جعفر عليه السلام والإمام الجواد عليه السلام في هذه الليلة وهي ليلة المصاب بالجلل كل المشاعر كل الإخلاص نجده حاضر في نفوس وفي قلوب الحاضرين والوافدين إلى هذه المدينة المقدسة كل المشاعر كل
الجوانب المتعلقة بالزيارة سهلت وجعلت من هذه الزيارة تسير من سيابية عالية. أيضا العتبة المقدسة، العتبة الكاظمية المقدسة، كان لها الكثير من الأداء والدور البارز في استيعاب أعداد الوافدين عفوا، توفير كامل الاحتياجات الضرورية للزائرين من المأكل من المنام، إضافة إلى وسائل النقل لكبار السن وأيضا الحالات الإنسانية. ولا ننسى أيضا دور اللجان الطبية والجهات الأمنية التي استنفرت كامل إمكاناتها وجاءت إلى هذه المدينة لتكون ساندة للعتبة الكاظمية المقدسة. أيضا العتبات المقدسة سواء العباسية أو الحسينية وحتى في سامراء كان لها أيضا مشاركة واسعة في خدمة زوار الإمام الجواد عليه السلام، وكل الإمكانات وكل الجهود سخرت لهذه الزيارة، وبالتالي نستطيع الجزم بأن الزيارة هي زيارة ناجحة بامتياز، استوعبت هذه المدينة أعداد كبيرة. نتوقع أن يتم الإعلان عنها من قبل العتبة الكاظمية المقدسة، وبالتالي هذه الزيارة سارت من سيابية وأيضا كل الجوانب الخدمية والجوانب الإنسانية والجوانب المتعلقة بروحانية هذه الزيارة تم تجسيدها، وأيضا الزوار الذين قدموا وعبروا عن ما في داخلهم وعن ولائهم وانتمائهم لمدرسة أهل البيت عليهم السلام، وأيضا إلى الإمام الجواد صاحب الذكرى، أيضا كان لهم هذه الموقف كبير وواسع لإداء هذه المراسم وهذه الزيارة التي نجحت بامتياز وسهلت عملية انتقال الزائرين من الدخول إلى الخروج. وكل هذه الأمور نستطيع الجزم بأنها سارت من سيابية عالية. وفي ختام تغطيتنا لهذا اليوم وهذه التغطية الإعلامية من على شاشة الفرات الفضائية، لا يسعنا إلا أن نتقدم أيضا إلى الزملاء في استديو البث المباشر الذين وصلوا الليلة بالنهار لتغطية أحداث ومراسم هذه الزيارة الكبيرة والحاشدة.